ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. راسا والثنائيات اللي لازم يكون فيها شرس فريق الرجاء بينما كره وهنا انس الزيتي فيها عليها جمال السلامي في الحصصيه التدريبيه تلعب هذه الركله الحره مقطوعه داخل منطقه الجزاء. كره انس فيني والحكم يعطي اشاره التنفيذ تلعب هذه الكره دور في انس وانس برافو هذه الضربه الحره انس والكره نزلت صعبة. اللعب الجوكر بالنسبة للمدرب جمال السلامي لأن زريدة في الأصل هو لاعب وسط ميدان وليس ظهير أيمن بينما خطيرة هذه خطيرة أنس الزيتي في المتابعة. لا تترك المجال لتسديدة يا أنس برافو. 48 شوف الإعادة مجددا هكذا وحل مازيمبي لم يجد الحلول في العمق وبالتالي الدفاعي ودرجة لتعليمات المدرب العرضية خطيرة حمل المرور الى الدور النصف النهائي تشامبيونز ليج بينما لدينا فرصه واحده فرصه الوقت المناسب ملعب الكره بسرعه انس الحكم ماذا يقول موريكا يسعد لتنفيذ ركله الجزاء كورتك يا انس ممتاز كورتك يا أنس برد يا أنس وجابها أنس وتصدانا أنس بطريقة الحراس الكبرى الكرة الصعبة العرضية أنس على مرتين في خطأ في القائمة الثانية وزريد على القائمة الأول تلعب الركنية أنس نعم أنت الأول يا أنس يعني في لحظة من اللحظات تشعر بأنس واقف وحده أمامهم رومر وينك يا فابريس الكرة العرضية أنس الزيتي في المتابعة شوف اللاعب الكونغولي وسط ثلاث لاعبين لعب امبوتو يعيد لمنتصف الميدان حذر من التسديد هذه تسديدة أنس رايا اختراق رد بالك يا زريدة يأتي سفيان الرحيمي للمساندة مرفوع الكرة أنس يخرج رايا النسر الرجاوي الكرة الجيلوس ركلابا والتسديدة النسر الرجاوي بحق هذه العرضية وأنس يتابع الاختراق رد بالك يا زريدة يأتي سفيان الرحيمي للمساندة مرفوع الكرة أنس يخرج رايع النسر الرجاوي الكرة الجيلوس ركلابا والتسديدة